انا رديق في هذا الشيء اللي كان حيتاش انا باغي ندير هذا الشيء حيتاش انا كنبغي. اسمعي الصباحي الراجل ديالي 17 عام ساكن في اكادير وبالضبط تيكيوين ماشي حتى تيكيوين بالضبط واحد البلاصه في تيكيوين سميتها تلاتيزم. شاركت في برنامج بيك اب كنت طلعت دومي فينال التقسيط سي بون هذا الشيء اللي كاين. كان عمر في الحجب معلم لا لا كتحضر اللعيبة على بنادم زوين عندك اللعيبة عرفتي ديك البلاصة الدراري والله شوف فري فري والله إلا شوف والله الصاد هادي شوف ديك البلاصة في الحجب بالضبط كنا كنتجمعو حنا والدراري صحابي وكذا وكنا والله العظيم كنا كنتجمعو كليك وكنا كنديرو ديك الهيت ديال الميريكان وكذا كنعيشو الميريكان باللي كان في هاد البلاد فهمتي كنا كنتجمعو حنا والدراري وكذا وكنا كنديرو واحد الدور وكذا كنتكلاشاو بيناتنا وكذا وشحال مر شحال ناري شحال كيطلع سوكل هي اللي يسمح لنا وصافي وحق الله العظيم سير الصوت اوكي بالنسبه للبيك اب فريمون بصح بيك اب ما كانوش بيدوزوني اصلا حتى بحكم كنت باقي قصير الوغ نورمالمون انا كنت عندي 10 سنين في ديك البيريود كنقول لهم 12 عام باش نحاول ندوز ديك الساعه ما بغاوش يدوزوني وباقي كنعقل طلعت للفوق وكاين الضوايا وبديت كنغوت لهم من الفوق بحال هكا وخرجوا ديك لي سيكوريتي كاملين طلعوا عندي كيجرو جبت الدور انا من الباب الاخر ودخلت وقفت على مسلم بيت ندوز فهمتي ما فهم والو الدراري بقاو واقفين بيت ندوز صافي فريمون بصح دزت وكذا وكنت عجبتهم سي بون هادشي اللي كاين دومين فينا فاش تقصيد ديك الساعة و سي بون وشوف بحكم كدير شي حاجة وكتقاتل وكتشوف راسك بأنك جاي من واحد الحومة اللي هي والو كتقول خصني نديها وكذا فهمتي خصك تفرح الوالدين كذا وكذا مي ما جابش الله ماشي مشكل ولكن ما كتبقاش الحياة غير تما من بعد كملت خدمت الموسيقى ديالي خدمت مع اسوسيتي ديك الساعة باينة كانت سميتها في ميوزيك كلاب يعني بالعربية مختبر الموسيقى الثقيلة كان عندنا دري كيميكسي كاين دري كيكومبوزي اسوسيتي بصفة عامة فيها كاع الناس من اللي كيصور حتى اللي كيريكوردي وحتى اللي كيكومبوزي وشوف كان وقع واحد المشكل اللي هو كان وقع مشكل بيناتنا حنا الدراري كاملين كل واحد فينا تشتت ولكن قبل ما كل واحد فينا تشتت اول واحد ديك الساعة كنخرج من ديك لاسوسيتي هو انا حيتاش علاش غنقول لكم المشكل فين كيكون الدري اللي كنت خدام معاه كان هو ماناجر ديالي سبيسيال ديديكاس لي شوف انا ما حاقد على حد باش نبين لكم واحد ما حاقد على حد مالي نطر ديالو على راسي وعينيا عند واحد الوالده ديالو عزيزه عندي في الدم قسما بالله الى يومنا هذا فسبيسيال ديديكاس لها كانت كتفرج في هذا الانترفيو شوف كان وقع بيناتنا واحد المشكل اللي كيوقع لاي واحد الوغ واحد الانسان في واحد لاجه الساطره صعيب باش انه يبدا يكتب ويتقاتل وكذا وكذا كنت شويه صرخ المعزي كما كنقولوا طلق العيه فهمتي كنت صغير 11 عام صاحبي راه ما عرفت دير والو صافي فاش كان وقع بيني وبينه مشكل هو نورمالمون ديك لاشينا الساط هو داها ولكن ديك لاشي كانوا كيتلاحوا فيها التراكات ديالي نورمالمون ديالو ولكن في ديك الوقيته اللي جيت انا ما كانت فيها الساط 100 ابوني صحيحه الوغ كنا تقاتلنا وكنت بسبب التراكات ديالي ديك لاشين طلعت ولكن الحمد لله واخا داها ما عادي الله يسهل عينو عليه وانا ما حاقدش عليه وهو ما حاقدش عليا هادشي راه كنعرفوه بيناتنا كنتلاقاو كنضحكوا كنتحكحوا كنتباصاو ما كاين غير الله يعطيك الصحه فهمتي يعني شي ما حاقد على شي حيتاش داكشي اللي ربوه فينا والدينا فهمتي مي الحمد لله دابا راه جبنا الدور على ديك لاشين وشدينا في الرومبا الاخر شوف من ناحيه الاستغلال اي واحد شوف كاين واحد القضيه سميتها كولو كل فهمتي دونك في ديك البيريود انا كنت ملونسي بزاف كنت ملونسي في ديك البيريود بيك اب الطفله ديال بكره جات التحكيم فهمتي تقريبا في دو جوغ السطر ضربنا جوج المليون يعني راه كل مليون في النهار في ديك البيريود السطر في 2014 دونك راه بيان سو السطر كوم لونسي راه سعد المجرد وكيلصق جوج المليون في دو جوغ السطر باش نكونوا واقعيين الوغ لصقت انا في ديك البيريود 2014 دونك السطر بيان سو غنكون لونسي الوغ لا سوسيتي بالضبط استغلت الصوره ديالي كاسماعيل داروا بها بزاف د الحوايج فهمتي كانوا دوزوا بها واحد المسابقه ديالهم خدوا فيها لي بيجي صحاح لي بري صحاح ديال بصح من 5 مليون 6 مليون الفوق كانوا بزاف د الحوايج الصات من الخوده ديال بصح بلا ما نبداو نفرشوا في كل شيء فهمتي لا الصات انا مش عطيت حتى لعبه ما خديت حتى لعبه يعني شي حاجه اللي ناخذها انا لا والو انا حاجه وحده اللي خديته بصراحه الله هو ثقه في راسك فهمتي استافدت يعني داكشي اللي وقع لي واخا طحت واخا كلشي استافدت من داكشي بلي خصك دير كلشي في كلشي وبوحدك تسنى حتى واحد يدير لك فهمتي دونك هادي ومن هنا كنوجد واحد
نصيحه فهمتي لاي واحد اللي بيتقبل يتقبل باش يتقبل بيس فهمتي ما عنديش مشكل دير كلشي في كلشي بوحدك ما تسنى حتى شي واحد يدير لك حداش بنادم الخير اللي كيبغي راسو راه ما يبغيش لك منو جبت سالينا الدراري فهمتي دير كلشي في كلشي فهمتي ربي ما يخيبكش وا بالنسبه للحاله الماديه ديالي اش نقول لك اخويا شوف بحال في حال كي اي دري فلاش ديالي كيقرا 17 عام ما كيخدم حتى لعبه الخدمه ديالو شنو هي وانه كيخدم دي جي ومره مره مالين الدار ناس ضعاف على قد الحال ما يقدروش يعطوك من الاخر كيقول لك شوف كدير ديك الحاجه تقاتل فيها بوحدك ما كاين اللي يعاونك ما كاين اللي يوقف معاك ما كاين اللي يدير لك تقاتل بوحدك ما ديرش حاجه ديرها بوحدك وفريمون بصح هادشي والله العظيم الا كندير على ود الوالده فهمتي الحلم ديالها الدراري والله الا بصح الحلم ديالي هو ندير شي حوايج اللي ما داروهمش بزاف د الناس فهمتي دير شي حاجه في حياتك توصل تحس براسك بخير العائله تفرح بيك شوفوا واصل فهمتي كدير شي حاجه اللي هي زوينه بزاف فهمتي واخا عارف هاد الهضره هادي عارف طايزون بالخويا يقول عارف ما تيقش فيها فهادشي اللي كندير ولكن انا راه تيق فهادشي اللي كندير حيتاش انا باغي ندير هادشي حيتاش انا كنبغي فريمون بصح بغيت ندير شي حاجه في حياتي فهمتي ما بيش نكون فحالي فحال الدري ديال الحومه ديالنا شاد الحيط الله يطيح جالس في الحومه ديالكم شنو غدرا بعد غدا نستنى كارو نبدا نتكيف مع الدراري ما بيش نطيح في هادشي فهمتي عارف القرايه انا مكلخ في القرايه وكنعترف بها لك اخويا مكلخ في القرايه عارف كتقاتل معايا وقرا الزمر باش دير باش تبعد باش كدا باش كدا باش كدا باش كدا وكنقول لكم ما تسمعناش ديك الهضره وتضربني فهمتي عارف هادشي ولكن انا راسي لاقي في الراب ما عندي ما ندير الحماق ديالي قال لي الراب سالينا الراب وصافي فهمتي الراب ولكن شوف من الاخر رابنا وين ندخل به فلوس ناكل به من هنا لقدام سالينا نجيك من الاخر علاش ما كنعرفش ندير شي حاجه اخرى من غير الراب كعرف دري ماشي باك وكيل الملك ولا باك قاضي ولا باك كدا ولا باك كدا والو ولد الشعب خارج من واحد الحومه سميتها تلاتيزم في تيكيون بالضبط اكادير دونك جبدوك حطوك فهمتي من وسط الغيس كتقاتل باش توصل للفريز سالينا فهمتي بصراحه شوف الوالد ديالي ما كيعاوني بوالو ولكن فهمتي اي داك الريسبي كيقول لك سير الله يسهل عليك راه سبيسيال ديديكاس ليه واي واحد الله يخلي ليه والديه فريمون بصح تهلاو في الوالده فهمتي حيت الوالده اهم حاجه في الحياه حيت فريمون بصح الوالده ديالي انا درت شي حوايج على ودي اللي والله ما عارف بقيمتهم لا انا لا غيري قسما بالله حتى نتوما ما عارفينش بقيمتهم عارفكم كتفرجوا ما عارفينش بقيمتهم الوالدين مساكن راه شوف راه تي امك صاحبي بوفري تقدر تاكل انت وهي مسكينه ماكلاتش وتجي عندك وتقول لك راه كليتها ولدي ياكل ليا بالصحه والراحه وهي ما واكلاش مسكين وهادشي كدير معنا الوالد الوالده ديالي صاحبي راه كبرات صاحبي راه كبرتني انا خويا هشام خويا حسن اختي مريم كبرتنا حنا اربعه د الناس هادي رشيده انا ما كرهتش تركب موستاج صاحبي راه فيها راجل ودري والله يخلي لي الوالده رشيده والسلام هادشي اللي كان فريمون بصح عطينا شي حوايج اللي واش نقول لك اخويا صافي قطعت العلاقه ديالي مورا بيغ اب مع مسلم علاقه عاديه بقى ندير كونتاكت مع المانجر ديالو مع مسلم بيان سور مسلم واحد السيد اللي هو شوف انا ما كندويش على الموسيقى وبين قوسين ما كنحس الكابال حتى واحد باش بلا ما يمشي بزاف غالطين مسلم كنحترمو على اساس انه سيد ابار الموسيقى ابار كلشي كسخش كمحمد فهمتي محمد واحد الدري اللي والله عمره هذا فريمون بصح انا كشخص دار معايا بليزير تزويني مع شي واحد اخر ولا معاه ولا عنده مشكل مع بيبليك ولا داكشي ديالهم فهمتي انا كشخص كندوي على محمد واحد الانسان اللي والله عمره هذا وديجا لجنا ندوي على البليزيرات وكذا كان بين قوسين هذه في اطار جبدات الهضره كندير معايا واحد البليزير اللي هو كبير بزاف واللي ما يقدرش اي ارتيست يديرو مع شي فان ديالو ولا شي واحد كيعرفو في 2015 بالضبط كنطلع لتيميتر فيستيفال تيميتر واحد الفيستيفال اللي هو كبير في اكادير ومعروف وكيحضروا ليه بزاف الناس كنت تلاقيت معاه في لوطيل وكذا وكذا وما كانش هو ثاني في الكونترا ديالو ما كانش ثاني بانه غادي يطلعني انا وقال لي غنطلعك وكذا وفريمون بصح مشينا فاش بدنا نطلعوا الناس اللي منتمين الفيستيفال وكذا كانوا رافضين انني نطلع حيتاش انا مينور دونك كنت صغير دونك قالوا لي لا الصات ما طلعش وكذا وكذا ومسلم كان طايف معاهم وكذا تقاتلوا الحمد لله طلعت بزز فهمتي دونك هذا من بين البليزيرات اللي دار معايا الوغ انا كنريسب ديما كنضرب الريسب للمسلم مسلم كيجاوبني فاش محمد كيجاوبني فاش كنصوني ليه علاش غير اخر تراك لحت ليه هو ويما بروز صونيت ليه قلت ليه الصاد شنو كاين شنو كاين وبارطاجا التراك ديالي في لاباج عنده دونك هذا سبيل المثال و ستريت طرا تخلي لكم لاشين ديالي هنايا وكذا دونك تشوفوا البلانات سيتو هادشي اللي كاين دونك انا كيجاوبني
شوف 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 نطح لكم بزاف د الحوايج باش كلشي ما يمشيش غلط. شوف والله الا زوين هذا السؤال هذا الصاد. شوف ريسبي لديك الدريه بنت مكناس، الله يوفقها والله يكملها بالخير. فريمون بصح داكشي كدير الله يكملها بالخير. وغنجاوب على واحد القضيه اللي هي بسيطه. اوكي اشنا هي القضيه باغي نجاوبكم عليها؟ واشوف بالنسبه للبرنامج بيك اب عامه، شوف كاينه شركه الانتاج باش ندوي لوجيك هاد الدراري ونحيدو بينو الحقيقه للناس. كاينه شركه الانتاج ياك، وكاينه القناه، وكاين المنشكاره بالعربيه تاع عربي فهمتي، وكاينه الجيري اللي هي لجنه التحكيم اللي فيها مسلم والاخوان الاخرين. بالنسبه للمسلم جاي على اساس انه غيدي واحد الوظيفه وغيتخلص عليها وغيمشي فحال. بالنسبه لينا حنا ككونديدا واننا عندنا مواهب وكذا، جينا باش ندوزو في ديك المسابقه على اساس انه اللي دار المسابقه ربع 20 مليون، وربع الاخرين ثلاثه الاخرين غادي يسجلوا لهم البوم. ولكن شكون اللي غتسجل لهم البوم؟ شركه الانتاج. حيت القناه اللي هي ميديا ان تي في ما عندها حتى شي علاقه بشركه الانتاج. شركه الانتاج اللي خدمت داك البرنامج واللي مولاته واللي مولات كلشي، واللي خلصت لي زوتيل، واللي خلصت الجيري، واللي خلصت كاع داك التخربيق اللي كاين تما استوديو بصفه عامه، هي اللي خلصاته. الوغ فاش شدات البروجي بعثوا القناه، فاش بعثوا القناه شدات وشراتو عندها ولحتو فاش كيقولوا لي. دونك القناه ما عندها حتى شي. وثاني حاجه بالنسبه للمسلم، ما وعدنا بتا شي حاجه ولا الاخوه الاخرين اللي معاه، ما وعدنا لا شفاهيا لا كتابيا لا شي حاجه كتقل شي يعني با اكزومبل شي كونترادا، ما كايناش يعني. دوك الاخوان وبالتالي حنا كنكتشفوا بلي دوك الاخوان ما كتسالهم حتى شي لعبه من الاخر، ما كايناش شي كونترادا صاحبي كدل بلي انا مسلم كلف بيا. مسلم صاحبي جاي يدي مهمه ديالي يمشي فحالو سالينا. انا ما كان شوف ولكن شي حاجه قانونيا بينوها لينا، وحنا راه عما قريب يبان داكشي، راه جايه شي حاجه اخرى وكتكتشفوا كلشي في واحد الظرف اللي هو صغير، غتكتشفوا كلشي وغتفهموا كلشي. دونك هادشي اللي نقول لكم يعني. فاش يطلع هاد الانترفيو بزاف يقولوا لا كاين اللي يقول كاين ماشي ما كاينش، ولكن موراها بشي 5 ايام ولا 6 ايام تقريبا ولا 7 ايام كاع ميم با راه غتبان لكم الحقيقه ديك الساعه بزاف د الحوايج بالوثائق. سي بون هادشي اللي كاين. وبصراحه هذيك السيده شوف ديك السيده كانت هبطت لاكادير باش ندوي معاكم لوجي، كانت هبطت لاكادير، كانت جات للاستوديو، كانت ريكوردات عندنا، كنا تسركنا معاها، جبنا معاها دورات، كحكنا معاها، مشينا معاها، تسركنا معاها. دونك الدريه كتخدم الله يسهل علينا وعليها. بقى فيها الحال في واحد الحاجه بسيطه، واحد الحاجه بسيطه فهمتي. انا لا رجعت للهضره ديالي اللي قبل ما قلت فيها حتى شي حاجه فيها العيب، انا هي جاوبت وصافي على داكشي اللي كاين وسالم فهمتي. بقى فيها الحال في واحد القضيه بسيطه ما ضرتني في خاطري. الوغ انت واحد الانسان كتعرفي شكون هو بلي سميتو اسماعيل ياك، سميتو اسماعيل يعني نورمالمون فاش يسولك الاخ اللي هو محمد سالي ما يقول لك اودي فاش سولك وكذا، نورمالمون تقول لي بلي داك الدري سميتو اسماعيل الصباحي وراه الدري كنا كنهبطو عندو كذا. الوغ ديريها زوينه تلقايها زوينه فهمتي. دونك انت قلتي لي داك الدري ولد اكادير، داك الدري ولد اكادير، انت هبطتي عندو شحال تسركنا وكذا، وفي الاخر تقولوا لي داك الدري راه ولد اكادير، ولد اكادير ما عرفاش سميتو زعما صعيب عليك. الصراحه ما عجبنيش الحال في ديك اللعيبه وبقى فيها الحال بزاف. وثاني بلان هو انني فاس رغم ذلك كلشي تقبلت وسردت لها ميساج في انستغرام، دخلت عليها سلام سنه بخير كلشي مزيان شنو تقول لها؟ تقول فينا ولدي؟ ماشي مشكل وفينا ماما؟ جاوبتها حتى انا صافا كلشي مزيان تنياني بخير. صيفط لها واحد الطراق قلت لها عجبك بارطاجي اوكي، خلات هذيك اوكي لا يومين هذا. دونك انا كتكتشف بلي اودي ما كاينش معاه من وحق الرب ديال الخير ونساه صافي هادشي اللي كاين. غنوضح واحد اللعيبه بزاف بنادم كيدخل عليها فيها والله الا برافو، واحد الصاد سميتو كريزي مان، الوغ غتكونو كتعرفوه وكيعرفو كلشي البيبليك كاملو. هاد الصاد هذا ديك البيريود انا كنت شاركت في بيكا، كان هو كيهبط كان هو خدام في واحد المحل يعني بار ديال الحوايج، بار ديال الحوايج، وكان كيوقف معايا في الكتابه. الصراحه هاد الله علاش بزاف بنادم هو كيقولها للناس، كيقول لهم انا كنكتب لاسماعيل وكذا وكذا. هادشي كان يعني كان في 2014 وكذا، كان كيوقف معايا في الكتابه. ما الصات هادشي دابا اللي كندير دابا راه موقف معايا فيه حتى واحد، راه كندير كلشي في كلشي وبوحدي. هو كيصور في نفس البلاصه فين كنصور انا في طنجه فهمتي، وكيصور مع نفس الدراري وكذا. وصلت ليش لعيبه فحال هكا من عند واحد الصات اللي هو سميتو بولبو مهدي، واحد الدري عشير سبيسيال ديديكاس ليه. كان واحد خونا اخر كان وصل ليه الهضره وكذا وكذا، باللي هو قال لهم انا داك اسماعيل راه كان ما عنده ما ياكل وكنت انا كنوكل. والله الا فري هاد الهضره، والله شو السوغ والله اللي كندوي معاكم بيسات الدري، والله ليكيب كامله كندوي معاكم فري والله العظيم. اللي كان كيقول هاد الهضره الدراري كان كيقول لهم كان كيجي عندي فيه الجوع وكذا وكذا، وهاد الهضره هادي انا نحضر ليه اللي قال هاد الهضره ما عنديش مشكل. شوف اللي بغى شي حاجه اخويا نهضروها طاب ما كاينش المشكل. كان كيقول لهم انا كنوكلو وكان كيجي عندي فيه الجوع وكنت كنوكلو وكذا وكذا. صعيب واش الهضره تقولها صعيب واش صعيب. هو كنت شوف انا عزيز عليا الصراحه كنجي عنده للمحل وكذا،
بديت كنجيب معايا كتابه شويه ناقصه هو كيكمل ليا وبعض المرات كيكتب ليا هو 2000 2014 2000 وكان عزيز عندي داك السيد الصراحه هاد الله وكان في وقت ما طيب شي مقلاد البيض وما طيش فهمتي راه خدامي في بار صاحبي راه ما عندوش سناك ولا شي لعيبه كما كيقولوا فهمتي وكنا كنتقاسموا داك الشيء اللي كان كنقصيو وكنضحكوا وكنكحكحوا وكذا وكذا صافي هذا الشيء اللي كاين ولكن هادشي ما يخليكش على اساس انك تقول بلي انا كنوكل سمعي شنو صاحبي باغي توصل من هاد الهضره ما فهمتش زعما شنو ولا كاين شي حاجه اخرى خليها لينا في لي كومونتير ولا دخلي عندي فاس وقول لي شنو كاين وريح معاك طابلو نقولها ولا جي تحطنا ستريت وير ار ستريت ارت بجوجنا صاحبه طابلو نهضروا قانوني نصات ما كاينش المشكل عندي واحد الاخ ديالي هشام سبيسيال ديديكاس ليه ولينا هو مع كي كيقول لك اودي هادشي اللي كدير مزيان كمل وكذا كيقول لك يقرا ولكن ديما كيبقى ديما كنبدا ناخذ عنده ديك اللعيبه كيشوف فيك يقول صافي مزيان هادشي اللي كدير ولكن ديما كنشوف ليه فوجو كنشوف ليه بلي كنقرا من عينيه بلي راه كيقول لي بلي عينيه كتقول لي شوف راه كاين كتريسك اسمعي يا غتربح يا غتخسر زعما مريسكي بحياتك فهمتي وفريمون بصح حتى قريتي والله شوف والله الا لوجيك قريتي ما كنعطيهاش اهميه اكثر ما كنعطي الراب يعني كنت دي بلاصه شوف كنت دي بلاصه كنسافر حتى كازا باش نصور كليبات كنخدم مع اكسيب برود ريكورد ميكساج كدا كتقاتل في ستوديو كدا وكدا كتقاتل باش تجيب فلوس باش تريكوردي باش كدا باش تمشي تصور باش كدا 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 كدير كلشي في كلشي وانت بوحدك ما كاين لا باك ما كاين لا امك ما كاين لا اختك ما كاين لا جدك ما كاين اللي كيعطيك 4 دريال كنخرج كنخدم علاش تفهم واحد البلان كنخرج كنخدم دي جي الوغ انا عندي حرف الدي جي في يدي فهمتي كنخرج كنخدم دي جي مره خدام شي شوف عادي مره خدام شي عرس فهمتي شي عرس كدا مره خدام في شي اوتيل في لابيسين شي سواري شي لعيبه مره مقاتل في شي شوف المهم كتحلل رزقك باي طريقه المهم وات ريكورد اصاحبي كتخسر فلوس كراب وكتشوف بلي الراب مازال ما كيدخلك حتى لعبه وانت بوعدك واحد باش كيجي واحد باي اكزومبل كيخليك في كومونت هادشي حام هو دير بحالو اصاحبي فهمتي حموده صاحبي راه هو اللي خلاها البنجو دابا قال الاخر فريمون بصح كنكتشفوا بلي الراي والله الا ولي ماشي ريسبكت ليك البنج ما كاين هيك والواي واي وهذا ضيضي وانت ماشي في حاله بالنسبه للدراري اللي كنخدم معاهم سبيسيال ديديكاس ليهم ديال بصح شوف اول واحد غنذكر الدراري قبل من كلشي بصراحه كاين زهير بغنان ولا غنان كتمشي سميتو اسمح لي الا كرفت سميتك واحد شويه ريسبكت ليك اخويا دري كيخدم كيتقاتل معايا انا شخصيا حداش فريمون بصح كيدير معايا شي حوايج اللي ما كيديرهمش معايا اي واحد كاين ايوب وجادور واحد الدري عزيز عليا واخا مازال ما كتبتش الخدمه وكذا ولكن دري حلوه بالنسبه للدراري اللي كيخدموا معايا في الاستوديو راك الله فراجه كاين الحوسين اللي هو اكسيب واحد الدري اللي كيخدم معايا ديال بصح يعني خدمه كيخدمها من قلبه معايا فهمتي كيعطي معايا الانرجي كامله في الاستوديو كنشدوا ليه كامله الاستوديو الوغ باش انك تجلس 9 سوايع يعني كتبدا من 6 العشيه حتى كتضرب ديك 4 الصباح وانت باقي في الاستوديو الوغ كتخدم وكذا كيخدم معايا برود ريكورد ميكساج كاع الطرق اللي كتشوفوا خدمه مع اكسيب سبيسيال ديديكاس ليه دري كيتقاتل معايا من والو لقى كيفاش يتعاون معايا فريمون بصح كيتعاون معايا مي دري حتى هو مقاتل مع راسو دونك كعارف فهمتي سبيسيال ديديكاس ليه سبيسيال ديديكاس الناس ديال الشمال كاملين الناس اللي عمرها طرف فهمت بصح كاين مهدي كاين ايوب حديدتو ايوب شوف ايوب حديدتو عند واحد الوالده ديالو مسكينه كضيفنا ديما والله شوف ضروري خصنا نقول هاد البلان والله سبيسيال ديديكاس ليك اخالتي عارف كتفرجي في هاد الانترفيو كذا والله الا عندي في الدم قسما بالله هاد عزيزه عندي بالله علاش فريمون بصح واحد السيده مسكينه كترحب بينا كتكبر بينا كذا فهمتي كتجلس اخويا على راه خذ لي جلس قد ما بيتي كاين واحد الوالد ديالو حتى هو عمي حسن كاين واحد من الطريق سبيسيال ديديكاس ليك عمي حسن سبيسيال ديديكاس ليك سبيسيال ديديكاس لي بولبو سي بون هادو هما الدراري اللي كنضرب لهم الريسبي الدراري من هنا الدراري اللي كيتقاتلوا معايا من والو فهمتي وبصراحه تلاقيت مع طه اللي هو طوطو الدري في شكال شوف الله داك السيد فريمون بصح الله يعمرها دار الله يعمرها دار طوب تسكر واحد السيد اللي كابابل فهمتي تعامله زوين طريقه باش كيتعامل دري كيضحك دري داكشي اللي باغي راسو باغي لامه محمد دري زويون فهمتي فريمون بصح باش داكشي كتشوف في كليبات وفي ستوري هو في الحقيقه دري ولد بن جديه العشية ريح الله فهمتي دري كابابل واحد قرب فدري كنحتارمو دري تلاقيت معاه دري ويش تصورت معاه زعما خديت معاه صوره وانا فرحان خويا باغي نتصور معاك وانا فرحان فهمتي دري كابابل الصاط وريسبيري وكمل الصاط وركاين من الاخر
بالنسبه للجديد ديالي بصراحه دابا جاوني ثلاثه الاقتراحات، جاوني دي لابيل تريلي كومبوزيتور تريلي كي ريكوردي وتريلي كي ميكسي وكذا كي كليبي وكذا كذا. المهم بصراحه دابا ما بغيت نسالي مع حتى شي واحد. علاش؟ حيتاش فريمون بصح عرفتي كيفاش كتجيك الدقه من القراب، راه كتجي قاصحه ديال بصح. دونك من تما شوف، هو لا جا شي واحد اللي يستاهل، فهمتي؟ اللي يستاهل ديال بصح انا معاه، ما كاينش لي شكل، فهمتي؟ نخدم معاه نصطم معاه، كاينش غير ديك القضيه ديال بنادم ميكونش بالعربيه تاع عربي ميكونش باغي يصبعك، فهمتي؟ دونك راه حيتاش كتجيك الدقه من القراب، فاش كتجيك الدقه من القراب اش تقول على اللي بعيد؟ صح اللي بعيد راه ما دير لي العيب باقي، فهمتي؟ والله يدير لي فيها الخير والسلام. وبالنسبه للجديد ديالي جايين بلانات زوينين، تراكات زوينين، كاينه موسيقى هادفه في نفس الوقت وكاينه موسيقى كلاشات. مي من هادشي كامل وغنديرو موسيقى سالين، فهمتي؟ شي حاجه اللي زوينه. وبالنسبه للستريت ارت راه تخلي لكم لاشين ديالي مستر اسماعيل اوفيسيال، سي بون هادشي اللي كاين. وبالنسبه لاي واحد يدخل يتمزق ويحكم بودني ماشي بقلبه وبعيني، فهمتي؟ دونك راه كندير موسيقى، سي بون هادشي اللي كاين الدراري. بالنسبه للحاجه الوحيده كنطلب من بوبليك، بصراحه شوف انا بغيتكم ماشي تعاطف مع، لا متعاطف معايا ما نتعاطف معاك قصاد من الاخر. شوف الحاجه الوحيده اللي بغيت هو تدخل تحكم بعينيك وودنيك. انا كندير موسيقى ما كنطلبش لي فالورز ولي لايك، مي فريمون بصح الا دخلتي وعجبك داك الشيء ما فيها باس تبارطاجي مع خوتك، دعموا القناه ديالي. انا جو فريمون بصح درت فواحد البيريود اللي مشى اللي كنت كندير كلشي في كلشي ومشى ليا كلشي في كلشي، فهمتي؟ دونك رجعت من جديد سبيسيال ديديكاس للوي ار ستريت ارت. فريمون بصح هاد الانترفيو انا عارف بلي دفعني واحد الدفعه عليا زوينه. سبيسيال ديديكاس لمحمد، سبيسيال ديديكاس لكاع الدراري يعني سليم، سبيسيال ديديكاس للطاقم التقني ديال ستريت ارت كامل وي ار ستريت ارت، سبيسيال ديديكاس ليكم كاملين، سبيسيال ديديكاس حيتاش عطيتوني واحد الفرصه انني نبان معكم هنايا. فريمون بصح شوف نقول لكم واحد الهضره، ماشي حيتاش كاين معكم ولاش لعبه، لا شوف انا بصراحه كان الحال كنت كنقول في راسي خصني نخدم باش ندوز في ستريت ارت، فهمتي؟ وي ار ستريت ارت بصراحه كنت كنتقاتل لو كنقول خصني ندوز وكذا وكذا. علاش؟ باش نوضح شي حوايج اللي فريمون بصح طاحت لي فرصه دابا باش نوضحهم. ف ديديكاس لكم كاملين وشكرا لكم كامل، حيت فريمون بصح كديروا شي حاجه اللي كتعاون الشباب والله العظيم، يعني بزاف ديال الدراري. وي ار ستريت ارت بينات الراب في المغرب باي اكزومبل، حنا كنا شوف الصراحه الجينيراسيون القديمه، باش واخا ندخل واحد الموضوع اخر ما عليناش، الجينيراسيون القديمه هي بصراحه عطات اكبر بيستولي للراب. شنو هو البيستولي اللي عطات الراب؟ عطات هو انه الراب شحال هذيك كنا كنسمعوا بحال دابا الدراري دابا كنقولوا عبده الشياطين وكذا، حتى هذا الشيء كان كيتقال على الراب. ولكن بصراحه الجينيراسيون القديمه فرشات لنا الزربيه، وجات وي ار ستريت ارت زادت فرشات الزربيه اكثر، فهمتي؟ يعني وي ار ستريت ارت واحد البيستولي اللي هو زوير لكاع الشباب، كتبارطاجي اللي ضرب لي زابوني واللي ما ضربش كتعاون مع كاع الشباب. فهذه شي حاجه زوينه للراب المغربي ومزيانه لينا حنايا كروابا، فهمتي؟ الوغ كاين واحد الميديا كتدعم الراب المغربي، كتسيبورتي الراب المغربي، كتجيب بسميه الراب المغربي. باي اكزومبل نهار وقع المشكل لخويا علي صامد، يعني ما جا حتى شي واحد باي اكزومبل، علاش ما تنوضش دوزيم ولا ميديا ان تي في؟ شوف انا كندوي عامه ولا شي قناه مغربيه انها تدوز وتدوي على هذا الشيء. شوف فريمون بصح كندوي من قلبي، يعني ولا باي اكزومبل برافو، ولا باي اكزومبل سيفيكات الديمو كذا. الوغ باي اكزومبل علي صامد وقع ليه مشكل طاح في الحبس بسبب اش؟ بسبب والو، ظلما وعدوانا. الوغ ياك ناد ستريت ارت دو هاد الدراري خصنا نوضو نوقفو مع السيد، نوقفو حدا الحبس حنا بينا السيد يخرج يعطونا ادله كذا كذا كذا. الوغ ما كاينش واحد اخر دراري كان فريمون بصح دارت ستريت ارت، فريمون بصح ما خصناش نكرو هاد الخير هذا، وتا علي صامد ما خصوش ينكر هذا الخير هذا، وكنظن بلي ما نكروش وراه كان في حسن الظن ديال ستريت ارت. بالنسبه للبلان الثاني هو فاش وقع المشكل السيفيكات، دونك بزاف ديال الدراري تشدوا في السيفيكات تاهما مشاو للحبس، ما نهضر حتى شي واحد يهضر عليهم، ما نهضر حتى شي ميديا دوي كدا كونكو راه حنا الدراري كيديروا الراب وكدا جي ندوي عليهم وكدا، لا والو. دونك فكنلقاو ستريت ارت الدراري وي ار ستريت ارت ديما خاشي وجهه، وحنا راه مع الدراري الراب وكدا، وشوف واللي واش نقادو سالينا، فهمتي؟ دونك الدراري شوف بالرجوله، انا دابا كاين عند دراري ستريت ارت واني معاكم الدراري. فريمون بصح خصكم تشوفوا شي حوايج اللي نتوما ما كيبانوش لكم بان دراري راه بيس وما ما كاين حتى شي مشكل. تقدر تلقى واحد كيشرب قهوه لديك الجهه، واحد جالس هنا ومكحكحينا وضحكين بيناتنا. فريمون بصح دراري سامبل، فهمتي؟ ما كاينش داك الشيء ديال ماشي بحال كاع لي زانترفيو اللي دوزت انا، فهمتي؟ بالرجوله من الاخر، فهمتي؟ دونك شي حاجه اللي هي سامبل دراري على قدهم، كما كنقولوا بس قد كيواتيك. اللي كاين كاين، كحله كحله، بيضه بيضه، هذه كاينه هذه كاينه، ما كايناش ما كايناش. قديت ندير لك هذه اللعيبه انا معاك، ما قديت شوف راه ما كاين لا سبونسور لا تلعب، ما نقدرش، فهمتي؟ من الاخر دونك هذه اللعيبه عجبتني بزاف، حيتاش قاس احسن من كذاب الدراري، وانتم من ذوك النوع اللي قاس احسن من كذاب. والله الا من الاخر كنبغيكم الدراري العز لكم، والله الهضره من القلب دابا قسما بالله كشكوشه خرجت لي.